السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كي غاديين مع رمضان؟ اليوم فيديو جديد، وصفه جديده على قناه شيوات الاء. غادي نوجدوا مع بعض بريوش قطني رطب مساهل، ما فيش بزاف ديال الدليك وما فيش بزاف ديال التماره. هانتوما شوفوا كيجي فتي، وانا غادي نقطع لكم حتى من الداخل، لانني انا عمرته بواحد الحشوه ديال الصدر ديال الدجاج مع خيزو وفخوماج. هانتوما شوفوا الداخل ديالو كيجي مفشفش وقطني وبنين، كيجي رائع. كنحتاجو لهاد البريوش مقدار نص كيلو ديال الفورص مغربل، كنحتاجو معاها الحليب بودرة ولا نيدو تقريبا معلقة كبيرة. من بعد غادي نحتاجو هنايا عندنا معلقة صغيرة ديال السنيدة، غادي نحتاجو قبيصة ديال الملحة، تبعو غير المراحل راه هاد البريوش ناجح 100%. غادي نحتاجو خميرة ديال الخبز، مقدار ديال المعلقة ديال الخميرة ديال الخبز. من بعد غادي نحتاجو هنايا عندنا بيضة كاملة، فوالا غنديرو البيضة. هاد البريوش تقدرو ديروه مالح كيف ما تقدرو ديروه حلو، على نتوما على حساب لوكو ديالكم. من بعد غادي نبداو نجمعو هاد العجينة برؤوس الأصابع. غادي نضيفو تقريبا 4 كاس ديال الزيت، غادي نستمرو بجميع العجين برؤوس الأصابع. من بعد غادي نحتاجو كاس ديال الحليب دافي، صافي غنبداو نجمعو بشوية بشوية العجينة. من بعد غادي نكملو بالماء، كاس ديال الماء دافي. انا عطيتكم هنا مقدار ديال كاس، حيت هو اللي غادي تقدروا تحتاجوا على حساب النوعيه ديال الطحين واش كيشرب ولا لا، ولكن انا هنا في العجين وعلى حساب النوعيه اللي عندي ما احتاجيتش كاس كامل ديال الماء غير صافي. غادي نجمعوا العجينه، ما غادي ندلكوها ما والو، غناخذ بول غادي ندهنوا شويه ديال الزيت وغادي نخليوها ترتاح. من بعد ما غادي نغطيوها غادي ندوزو للحشوه. عندنا هنا واحد البصله مشلضه، عندنا شويه ديال البزار تقريبا معلقه ديال البزار، عندنا صدر ديال الدجاج، وعندنا شويه ديال الملح. هاد المقادير كاملين هما الحشوه ديال هاد البريوش، غادي نخليوهم يتشحروا مزيان حتى غادي يطيبوا وغادي يطلقوا البنه مع بعضياتهم. من بعد غادي نضيفوا عليهم المكون الاخر وهو خيزو محكوك الحكاكه الغليظه. تقدروا تستخدموا اي خضره عندكم، لي شوخ، القرعه خضراء، اي حاجه عندكم متوفره في الدار. بما ان احنا خدمنا بزاف بالخضر فانا استعملت هنايا غير خيزو. انتم هنا من بعد ما تشحروا مزيان هذوك المكونات غادي نضيفوا عليهم خيزو اللي محكوك في الحكاكه الغليظه. صافي من بعد غادي نخليهم يتشحروا كاملين حتى غادي يوجدوا وغادي يعطيونا هذا الشكل. من بعد ما طاحت البصله وطاب لينا صدر ديال الدجاج وخيزو حتى هو، صافي غادي نطفيو عليهم وغادي ندوزو نشوفوا العجينه فين وصلات. وهانتوما من بعد ما حيدنا عليها الغطاء شوفوا تبارك الله خمرات. ما غتحتاج فهاد العجين كما قلت لكم ما غتحتاجوا لا دليك لا حتى شي حاجه، راه ناجحه. كنديروا
شويه ديال الطحين، كنسرحوا العجينه هانتوما على هاد السمك، ما كتجي لا غليظه لا رقيقه. من بعد انا عندي هاد لي غامكان ديجا فاريني و بوري، كنقطع عليهم العجينه هانتوما مقطعه، كنشد هذيك العجين اللي قطعت وكنحطها في المول اللي كما قلت لكم ديجا درنا ليه الزبده والطحين باش ما يلصقش لينا، كنغلفوه بحال هكا في جميع الجوانب والاطراف. انا استخدمت هذا الغامكان، ولكن نتوما تقدروا تستخدموا الغامكان الكبير ولا اي مول عندكم في الدار، تقدروا تشكلوه كيف ما بغيتوا، تقدروا ديروا خبيزات كوميرات على حساب نتوما وشنو بغيتوا. من بعد غادي نضيفوا الفرماج من تحت، غنضيفوا عليه الحشوه، من بعد عاوتاني غنضيفوا طبقه اخرى ديال الفرماج ديال الساندويتش. هاد الفرماج ديال الساندويتش تقدروا تعوضوه بفرماج غابي الا عندكم صافي. من بعد كنقطعوا طرف اخر وكنحطوه على كنغطيو به عفوا الحشوه ديالنا من الفوق صافي. كنسدو الاطراف، كنقطعوا الزوائد وكنشكلوه على هاد الشكل. هانتوما خاصو يجي بيان فين، كنستمروا في نفس الطريقه حتى كنكملوا العجين مع الحشوه، وكيف ما ذكرت تقدروا تشكلوها بالشكل اللي بغيتو نتوما. غنديروا نفس الطريقه باش نكملوا العجين، غناخذوا مول اخر حتى هو اللي غيكون مدهون بالزبده ومرشوش بالطحين، وغادي نديروا نفس الطريقه. هنا كملنا العجين ديالنا مع الحشوه، عطانا هذا الشكل النهائي. هانتوما كناخذوا هاد ليمول كندخلوهم في واحد اللاطه اللي كتدخل الفران، كناخذوا واحد صفر بيضه كندهنوهم من الفوق على هذا الشكل، ومن بعد كنزينوهم. انا زينتهم هنا زنجلان بيض، تقدروا تزينوهم بالبافو، اي حاجه عندكم متوفره في الدار، التزيين على حسب الرغبه ديالكم صافي. كنستمروا على نفس الطريقه وكندخلوهم الفران على درجه حراره 200، كنكونوا ديجا مسخنين الفران حتى كيطيب صافي. من بعد ما دخلناهم الفران غادي نرافقوهم بواحد الشوربه ديال الخضار اللي غادي نحتاجو ليها في طنجره ولا كوكوط. غادي ناخذو شويه زيت العود، شويه الملحه، شويه الابزار، معلقه ديال الزبده، وصدر ديال الدجاج مقطع صافي. من بعد غادي نخليو هاد المقادير كلها تشحر مزيان. هاد معلقه ديال الزبده كتعطي بنه للشوربه، وخاصنا كما كنذكر لكم ديما في لي فيديو ديال الشوربات بان خاص المكونات يتشحروا مزيان باش كيطلقوا لو جو ديالهم. ها نتوما من بعد ما تشحر لينا صدر ديال الدجاج مزيان، غادي نبداو ولا غادي نحيدوه من الطنجره
وغادي نخليه غير لو جو ديالو، ولكن خاصو ضروري يكون مشحر مزيان. هانتوما غادي نحيدو من الكوكوط وغادي ندوزو المكونات الاخرى حتى هاد الشوربه من بين ابن الشوربات اللي ذقتهم انا كنديروهم دائما في الدار، كننوعو بهم، ما كنديروش ديما الحريره، ولكن كل نهار كنديرو شوربه مختلفه. وديجا راه كاينين الشوربات بزاف في القناه تقدروا تشوفوهم. كناخذوا تقريبا هنا واحد المقدار ديال جوج ديال القرعات، بطبيعه الحال منقيين ومغسولين مزيان. هنا عندنا بروه وحده وبصله وحده، عندنا هنايا جوج ديال البطاطات، بطبيعه الحال منقيين ومغسولين مزيان. هادو هما الخضر اللي غادي نستعملو، وغادي نزيدو عليهم البروكولي اللي ديجا نقيناه وغسلناه مزيان. صافي هادو هما الخضر اللي غادي نستعملو، غادي نخليهم يتشحروا في ديك الزويته ديال الدجاج، خصهم يتشحروا مزيان. من بعد ما تشحروا لينا مزيان غادي ندوزو المرحله الاخرى، خاصهم ضروري يتشحروا. غادي نضيفوا واحد المكعب ديال ضامه البنه، لا هنا غير نص مكعب. من بعد غادي نرويو، انا هنا رويت المقدار اللي غادي يطيبوا فيه الخضر. صافي من بعد غادي نسدو عليه حتى كيطيب مزيان، ومن غنحلوه غادي يجي على هذا الشكل. هانتوما من بعد ما طابت لينا الشوربه غادي نضيفو هنايا واحد 3 ديال الفرماجات هذا النوع كيري، وغادي نطحنوهم مزيان بلا جيغاف، ولا تقدروا ديروا الطحان كهربائي. صافي من بعد ما غادي نطحنوه خص يكون مطحون مزيان وما يكونش ما تبقى فيه حتى شي طرف ديال الخضره. هانتوما حتى كيعطينا هذا الشكل وهذا القوام ديال الشوربه. هانتوما من بعد ما طحناه مزيان رجعناه فوق البوطه وزدنا عليه هذاك السدر ديال الدجاج اللي ديجا كنا شحرنا في الاول. كنخليوه يغلي شويه ومن بعد كنطفيو عليه. كتجي هاد الشوربه رائعه. غادي ندوزو للبريوش. ها انتوما من بعد ما تحمر لينا من الفوق غادي نديمولوه وغادي نرجعوه يطيب الا كان مازال ما تحمرش لينا من الجوانب. وإلى لقيناه محمر صافي غادي نحيدو. هانتوما كما كتشوفو هنايا انا ما تحمرش ليا من الجوانب، فغادي نرجعو يتحمر. وهانتوما هالشكل النهائي ديال الشوربه ديال اليوم مع مرافقه بالبريوش. هاد الوصفه سهله ودغيا كتوجد، وتقدروا نتوما ما تستعملوش هاد الحشوه اللي درت، تقدروا تستعملوا حشوه اخرى راها كتجي خطيره. العجين كيجي رائع وسحري، وتقدري تشكليه الشكل اللي بغيتي.